السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في التعبير الكتابي أصف منتزها. الموضوع: أحكي عن زيارتي لمنتزه وأصفه. سبق وأنجزنا هذا الموضوع في القسم. إذا اعتمادا على الخطط السابقة الموجودة في الصفحة رقم 162، أملأ الفراغات بمفردات وجمل. هذا التمرين موجود في الصفحة رقم 170. إذا اعتمد أولا على الخطاط الموجودة في الصفحة رقم 162 لكي أملأ الفراغات. بطبيعة الحال كما العادة الموضوع يتكون من مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة: متى توجهت إلى المنتزه؟ مع من توجهت إلى المنتزه؟ لماذا توجهت إلى المنتزه؟ في الصفحة رقم 162 ستجدون عناصر الموضوع والرصيد. مثلا المقدمة: نتحدث عن متى توجهت إلى المنتزه، سأجد العديد من الخيارات: صباح يوم المشرقين، في وقت مبكر، في عطلة الربيع، في نهاية الأسبوع، أختار ما شئت أو أكتب ما أشاء. ثم: مع من توجهت إلى المنتزه؟ مع والدي، مع أسرتي، في رحلتي المدرسية، مع أصدقائي، مع جدي. لي العديد من الاختيارات كي أملأ الفراغ. لماذا توجهت إلى المنتزه؟ للاستجمام، للاستطلاع، للنزهة، للتعرف. إذا أختار ما أشاء أو أكتب ما أشاء. هذه هي المقدمة. العرض: إذا أختار من الصفحة رقم 162، هناك العديد من الرصيد، أختار ما أشاء وأقوم بكتابته لكي أملأ الفراغ. العرض: أين يوجد المنتزه؟ ماذا تحيط بالمنتزه؟ بماذا يتميز المنتزه؟ ماذا يبدو على الزوار؟ كيف تبدو ملامح الزوار؟ كيف هي الانشراح والراحة، الإعجاب والانبهار بالمنتزه، والعديد من المشاعر أو الملامح التي تبدو على الزوار. إذن الخاتمة، تتحدث الخاتمة: كيف كان شعوري في نهاية الزيارة وماذا تمنيت؟ إذا نعتمد على الخطاط الموجودة في الصفحة رقم 162 لكي أملأ الفراغ.